السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبي طاهر حسون في سويسرا، عدنا لكم فيديو جديد. طبعا هذا الفيديو قدمنا أخو له الفيديو سابقا، وهي عبارة عن حشرة الألمن، كيف نخلي الطيور يتغذوا على ورق دول القمر زائد حشرة الألمن. واليوم هذا الموضوع جديد معكم، مثل ما انكم شايفين ورق حبة الحلبة. الحلبة بنقدمها للطيور بعد ما يشربوا منها الحبة، منكبها داخل التراب، والتراب طبعا حيساعد الحلبة على النمو بسرعة مثل ما انكم شايفين على الورقة، وكيف الألمن بكثافة موجودة حيستفاد منها طبعا الورقة تبع الحلبة زائد كمية الهائلة الموجودة على الورق والألمن. موجود فيديو سابق شو الاستفادة منها وشو المواد وشو الفيتامينات وكل شيء موجودة، واتمنى يكون الفيديو استفدتوا منه. وشكرا لكم، اخوكم ابو غيث، السلام عليكم.